الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من جديد في انطلاقات يوم جديد وتحديات جديدة في هذا الصباح المميز والجميل مع هذه الأجواء الرائعة الجميلة الماطرة في هذا الصباح المميز. نسير مشاهدينا الكرام مع الشوط الخامس عشر في هذا الانطلاق المميز والجميل مباشرة مع البداية. مشاهدينا متابعين الكرام، أول الأسماء المتقدمة في هذا المسار هنا ختام لخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني، من يقدم لنا شعاره وتحديات الأولى مع هذه الانطلاقة المميزة. بينما النقلة والدور مع المركز الثاني، نتابع التقدم والوصول مشاهدين الكرام. اللي قادم في هذا المسار هنا الوصول، اللي غير من الجانب الآخر شعار البطين، هنا من يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام. نتابع أيضا في هذا الانطلاق المميز اللي هي أيضا عمالة خليل بن سالم بن حمد البطين، بينما الوصول والتقدم مع المركز الثاني في هذا الحبات تصل رافال عبد الرحمن بن محسن بن انديلة مع المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول والتقدم في هذه الحبات من شعار بن محميد القادم في هذا المسار، أو هنا شعار بن فهد يقدم لنا ليرة خالد بن سالم بن فهد الهاجري والمركز الخامس. وصول وتقدم مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل من الحذرة حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري القادم في هذا المسار مقدم لنا الحذرة مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداء الأول الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن عودة مباشرة هناك مع الصدارة مع المركز الأول مع عمالة، من تقود الأسماء خليل بن سالم بن حمد البطين، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة هنا من خلال انطلاقة العمالة مع الصدارة مع المركز الأول. بينما النقلة والدور مع المركز الثاني، تتقدم هنا ليرة خالد بن سالم بن فهد الهاجري مع المركز الثاني مقدما لنا تحدياته وشعاره مع ذاني التحديات. بينما المركز الثالث وصول وقدوم من شعار أيضا الشهواني يتقدم مع ختام خليل بن عبد الهادي الشهواني، والمركز الرابع وصول وقدوم في هذه الحبات من الحذرة حمد بن كليفيخ الهاجري قادم مقدما لنا الحذرة بتحدياته مع المركز الثالث في هذه الحبات. بينما الوصول والتقدم مع رابع المراكز من غلا حمد بن راشد بن حمد آل بريس القادم في هذا المسار مقدما لنا غلا، بينما الوصول مع المركز الخامس شوفوا القدوم من مهمة سعيد بن محمد آل نورة المري القادم في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن العودة مع صدارة الشوط مع المركز الأول مع العمالة وتحدياتها المميزة وشعار البطين. من يقود الأسماء؟ يقود التحديات الأولى من خلال حضوره المميز والكبير هنا مع البداية. من يقدم لنا العمالة الماركة المعروفة لدى شعار البطين؟ هنا يقدم لنا تحدياته في هذا المسار المميز والجميل. بينما أتابع المركز الثاني ليرة خالد بن سالم بن فهد الهاجري مع المركز الثاني المركز الثالث. الوصول التقدم من غلا حمد بن راشد آل بريس المري والمركز الرابع وصل بن نورة. هنا يقدم لنا انطلاقة مهمة سعيد بن محمد بن سعيد بن نورة المري بمتابعة طلال أيضا من يتابع ويراقب لنا انطلاقة مهمة مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتقدم من شعار بن كليفيخ القادم في هذا المسار من خلال أيضا تقدم الحذرة حمد بن كليفيخ الهاجري، ولكن العودة مع البداية. شوف هنا مشاهدينا الكرام هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحدياتي هذا الشوط، ولكن القيادة وين؟ هنا مع العمالة، العمالة بشعار البطين هنا مع البداية مع صدارة الشوط. من يقدم للعمالة؟ خليل بن سالم البطين المري يتقدم هنا في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام، نقترب من لائحة الإعلان، لائحة الكيلومتر الأخير يا مضمرين يا متابعين، ولكن وين القيادة مع العمالة؟ هنا من تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. يا سلام، شوف القدوم أيضا من ليرة القادمة في هذا المسار خالد بن سالم بن فهد الهاجري والمركز الثالث وصل بن نورة. يقدم لنا انطلاقة مهمة سعيد محمد بن نورة المري، ومن الجانب الآخر
من ايضا وصلت بهذه اللحظات مشاهدينا الكرام من الجانب الاخر القادمه من ميمنه الميدان بدات تتسلل في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الاسماء، شوف التحديات مشاهدينا الكرام، ولكن وين البطين؟ راح البطين، سرح بناموس هذا الشوط. هنا مع البدايه مع المركز الاول يقدم لنا العمالة خليل بن سالم البطين. سلام على هذا الأداء المميز والجميل، عرض الأروع تقدم العمالة، ولكن وصلت هنا غلا حمد بن راشد بن حمد البريز المري مع ذاني التحديات والمركز الثالث، وصل ابن كليفيخ مع الحدرة، ولكن أيضا بن فهد شوف القدوم أيضا هنا أيضا من الطبيعي بن زيد بن محسن البحيح، ولكن العمالة البطين وعروضها الصباحية. أهالي عجائب أسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا البطين، مشكور يا أبو سالم خليل بن سالم البطين، من يقدم لنا العمالة بتحدياتها المميزة عرض الأروع تقدم في ناموس هذا الشوط. مشكور يا البطين وأسعد الله صباحك وسلام يا عجائب على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني وصلت الطبيعي علي بن زيد بن محسن آل بحيح. المركز الثالث كان الوصول من غلا لحمد بن راشد بن حمد آل بريس المري، والمركز الرابع وصلت الحذرة حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري، والمركز الخامس ليرة لخالد بن سالم فاهد الهاجري. تابعنا هذا الشوط مشاهدي الكرام، ولكن حضرت العمالة وحضر شعار البطين كعادته ليخطف ناموس هذا الشوط أيضا من خلال تواجد العمالة الماركة المعروفة لدى البطين. مشكور يا أبو سالم. 6:09 99 أجهزة من الثانية توقيتها الزمني، تهانينا والناموس لخليل بن سالم البطين. مشكور على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدمته العمالة، بينما المركز الثاني كان القدوم مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل اللي وصلت مع المركز الثاني هي الضبي، توقيتها الزمني 6:12 91 أجهزة من الثاني، تهانينا والناموس لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح، بينما المركز الثاني كان الوصول القدوم أيضا من غلاء، توقيتها الزمني 6:13 79 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن حمد.